بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم وفيديو جديد. والفيديو بتاعنا النهاردة بنكمل فيه على نفس المنوال في يمكن الفيديوهين الأخرانيين اللي كنا اتكلمنا فيهم عن المأموريات المدمجة وكيفية الاستعلام عن نقل الملفات بتاعتنا من المأموريات المدمجة أو إلى المأموريات المدمجة العشرة اللي احنا اتكلمنا عليهم، واتفقنا ان احنا اللي بيتنقل الملف بتاعه لمأمورية مدمجة بيجيله جواب زي اللي احنا شايفينه قدامنا على الشاشة بالمنظر ده، ولو ما جاش الجواب ده اللي هو فيه رقم التسجيل والكود التفعيل 1 والكود تفعيل 2 وبيقول لحضرتك ازاي تدخل وتعرف انت اتنقلت لانهي مأمورية، ويمكن كنا عملنا فيديو للموضوع ده قبل كده. فيجب ان احنا نتوجه للمأمورية، ولما نتوجه للمأمورية عشان ناخد الأكواد اللي كانت مفروض تجيلنا في الجواب ده. فالفيديو النهاردة، أنا النهاردة كنت في المأمورية من المأموريات المدمجة، وكنت رايح عشان أستلم الأكواد لأن الممول عندي ما وصلوش الجواب دوت، وكنت بسأل على حاجتين، ممول فرد وممول شركة. طيب، فالطلب مني بعض الحاجات اللي لازم أجيبها، حبيت ان انا برضو يعني اشارك معاكم زي ما احنا بنتشارك كل حاجة مع بعض. اولا اللي جالي طبعا هو هذه المستندات، كويس، اللي انا صورتها من المأمورية النهاردة، احدى المأموريات المدمجة زي ما اتفقنا، واللي قال لي عشان حضرتك تاخد هذه الاكواد بالنسبة لممول فرد لازم تجيب معاك صورة البطاقة الضريبية وبطاقة الرقم القومي للاطلاع على شخصية الممول. طيب، يعني طبعا بطاقة الرقم القومي للاطلاع على شخصية الممول، يعني المفروض ان ناخد بطاقة الممول واروح بيها العميل لغاية المأمورية. طبعا هو عايز صورة منها، كويس، وعايز الاصل للاطلاع وعايز صورة او عاوز بطاقتي انا كمان، لان طبعا حضرتك لما هتروح ده ممول فردي رايح بنفسه، انما لو انا رايح بتوكيل فبالنسبة للتوكيلات بيقول لابد ان التوكيل منصوص عليه، في حالة التوكيل منصوص عليه للتعاون مع مصلحة الضرائب سواء للمحاسب طبعا، وما كملش الجملة، كويس، ولكن يعني لازم يكون منصوص فيه على التعامل مع مصلحة الضرائب. ويعني التوكيلات اللي معانا معظمها يا إما قضايا عام، يا إما طبعا هيبقى مذكور فيه تحت الضرائب، يا إما توكيل ضرائب عام، فبرضه هيبقى موجه للكلام ده، ويجب أن يكون التوكيل بصفته وليس توكيل شخصي. طبعا حتة التوكيل بصفته دي يعني مش توكيل شخصي ممكن تعمل طبعا مشاكل كتيرة، لان في معظم التوكيلات بعض الناس ما بتكتبش هي صفاتها ايه، هو بيكتب مثلا محمد موكل احمد، كويس، توكيل عام ضرائب، واحمد ده محاسب قانوني، فبالتالي ما اعرفش بقى في الحاله دي هل هم يعني هيقبلوا التوكيلات دي ولا لا. ولكن انا يمكن يعني النهارده ما جربتش بالتوكيل، انا معايا واحد منهم توكيل يعتبر شخصي، لان زي ما انا قلت كده فلان موكل محمد كمحاسب قانوني، فبالتالي يعني هيبقى فيه هنا كلام لما هنعرفه طبعا هنقول لكم عليه، ولكن اتعشى ان هم يتمسكوش قوي بالقصه دي، لان يعني التوكيلات مثبته قبل كده في الملفات فمش محتاجه الكلام ده كله. ولكن طبعا خلي بال حضرتك ان هو هنا برضو بيتكلم على وكيل اصيل، يعني انا واخد بال حضرتك شركه اكس موكله محمد الديب عشان يعمل كذا. طب لو محمد الديب موكل بقى علي احمد مثلا، واخد بالك، محاسب عنده في الشركة، يبقى حضرتك محتاج تاخد البطاقة بتاعت الممول والبطاقة بتاعت محمد الديب والبطاقة بتاعت علي أحمد دوت وصور منها، واخد بال حضرتك، عشان يطلع عليها، والتوكيلات، أصول التوكيلات وصورة من التوكيلات، توكيل من الشركة إكس دي لمحمد الديب ومن محمد الديب لأحمد أو لعلي أحمد، واخد بال حضرتك، عشان يطلع عليه. طيب، بالنسبة لو دي شركة اعتبارية، ويعني يمكن هم في هناك في صاله الاستقبال اللي تحت اللي هم الجديده دي، وانا اول مره اتعامل معاها النهارده، كويس، قالت لي لو هي شركه توصيه ممكن الدنيا تبقى اخف، انما شركه تضامن لا، يجب ان احنا نلتزم بالكلام ده 100%. خلاص، وكاتبين زي ما حضرتك شايف كده صوره البطاقه الضريبيه، سجل تجاري الذي يوضح صفه المستلم اللي هو الشريك المتضامن فقط، حديث لم يمضي عليه اكثر من 3 شهور. طيب، طبعا صفة المستلم هنا واخد بال حضرتك مش احنا او مش الممول، ده هيبقى المحاسب، فبالتالي برضو هنرجع لحتة التوكيل دي مرة تانية. طيب، بس طبعا يعني تكلفني ان انا او تكلف الممول او الشركة انه يروح يطلع مستخرج رسمي من السجل التجاري لم يمضي عليه اكتر من 3 شهور،
يعني ما اعرفش امال ورقنا اللي في المأموريات ده فين، والبيانات اللي موجودة على السيستم فين، وكل الاوراق دي موجودة ليه. انا يعني برضو الحتة دي عندي فيها اسئلة كتير قوي. ثالثا، تفويض من الشركة للشخص المستلم بتوقيع بنكي مصادق عليه من البنك المتعامل معه. طبعا لو حضرتك معكش توكيل هتجيب تفويض زي ما احنا كنا بنعمل في المنظومة الإلكترونية، وطبعا مصدق عليه من البنك بتوقيع ايه، بتوقيع بنكي وبطاقة الرقم القومي للاطلاع. وبعد ما حضرتك هتستوفى هذه الإجراءات، تفضلت برضو الأستاذة اللي كانت قاعدة على الشباك قالت لي في 5 دقايق أدي حضرتك الأكواد الخاصة بالكلام ده. بس طبعا عشان نحضر بالنسبة للشركات بالذات، هي طبعا طلبت في يعني بالنسبة للشركات السجل التجاري برضو لما يروح بقى ويطلع السجل التجاري، أو لو هم عملوا مشكلة تحت في التوكيل بالنسبة لصفته، فنضطر نعمل تفويض من الشركة للمستلم، واخد بال حضرتك، على طول. وأي حد من الشركة يروح أو يعمل لي أنا تفويض عشان أروح، يعني برضو تضييع مع وقت وتضييع مجهود أنا مش يعني مش مبسوط منه. بالنسبة للممول الفرد، هي طبعا طلبت صورة بطاقة ضريبية. مش كل الممولين الأفراد بيبقى عندهم بطاقة ضريبية، يعني مثلا لو ممول ثروة عقارية، واحد بيأجر شقة ولا محل ولا حاجة زي كده، عادة ما كناش بنطلع له البطاقة الضريبية بتاعته. فقالت لي لا، ممكن ببطاقة الرقم القومي ومش مهم صورة البطاقة الضريبية. ده يعني حبيت بس أقول لكم تجربتي النهاردة، أول مرة أروح الصالة بتاعة الاستقبال بتاعة إحدى المأموريات المدمجة. حبيت ان انا اقول لكم ايه اللي اتطلب مني عشان الموضوع بتاع الاكواد. ولكن طبعا من برضو حاجه من الحاجات المهمه اللي لازم تاخدوا بالكم منها، بالنسبه للافراد احنا ممكن ننتظر شويه لعل الجواب يجي لوحده. بالنسبه للشركات هيبقى عندنا بس مشكله ان احنا مضطرين نجري ادام الجواب ما جالناش، لان حسب ما انا فهمت منهم ان اقرار شهر 12 للقيمه المضافه يجب ان هو يكون على الموقع الجديد اللي هو ETA، اللي هما بيقولوا عليه الموقع الضريبي الموحد الجديد او الموقع الجديد الموحد، كويس. فطبعا دي هي اللي هتبقى عامله لنا شويه مشكله شويه بالنسبه ان احنا لازم نجري الشركات الاعتباريه نلحق نطلع لها الاكواد عشان نلحق نسجلها على المنظومه. وفي كان في فيديو برضو عملناه للقصه دي، فاتعشم ان شاء الله ان نلحق نعمل الكلام ده، او ان هم يمدوا الدنيا شويه او يسمحوا لنا نقدم شهر 12 على المنظومه القديمه عشان يعني ما نبقاش مضغوطين بهذا الشكل. ده بس اللي كنت عايز أقوله لحضراتكم النهاردة. لو عندكم أي أسئلة سيبوها لنا تحت في الكومنتات وإن شاء الله هنرد عليها بإذن الله. ما تنسوش تتابعونا على القناة هنا على اليوتيوب، وعلى قناتنا على الفيسبوك، وعلى قناتنا كمان على التليجرام. بإذن الله الورقة دي أنا هحطها تحت برضو في الديسكريبشن، بحيث ان اللي يحب يعمل لها داونلود يلاقيها موجودة. نشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.